السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سبب تساقط الشعر؟ هذا السؤال خاصة يطرح علينا في فصل الخريف، والذي يعود إلى عدة أسباب مختلفة والتي تتعلق بعدة أمور. بداية، مشاكل الغدة الدرقية، والذي يسبب الاضطراب في إفراز أو في إفرازات هرمونات الجسم. أولا أو ثانيا، من الممكن أن يكون سببا كبيرا في هذا الأمر مثل الحمل والولادة أو بعض التغيرات الهرمونية نتيجة الرضاعة وانقطاع الطمث. وأيضا من الممكن أن يكون تساقط الشعر لفترة مؤقتة، والذي يعود نوعا ما إلى التوتر والضغط النفسي والعصبي، والذي من الممكن أن يشكل ويلعب دورا كبيرا وهاما في هذا الأمر. فبالتالي أتمنى بأنكم حصلتم على الفائدة، وإلى اللقاء.